وصلت إلى مطار أندرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية نيودلهي طائرة قوات جوية كويتية تحمل 40 طناً من المواد الإغاثية العاجلة من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تهدف إلى المساهمة في مكافحة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند. ولله الحمد فقد هبطت صباح اليوم الثلاثاء أولى طائرات الإغاثة من قبل القوة الجوية الكويتية والتي تحمل 40 طن من المساعدات العاجلة من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وتتضمن المساعدات عدد من أجهزة التنفس وأجهزة تكثيف الأكسجين وهي الأكثر طلباً في الوقت الحالي، إضافة إلى حوالي 300 أسطوانة أكسجين بأحجام مختلفة جاهزة للاستخدام، وأدوية ومعدات طبية أخرى بوزن إجمالي 40 طن. أشرف المتطوعون من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وأفراد القوة الجوية الكويتية مشكورين على تفريغ هذه الشحنة وتسليمها للجهات الهندية المختصة. وقد شكر الجانب الهندي دولة الكويت وقيادتها وشعبها على هذه المساعدات، مشيدا بهذا القدر من التعاون الدولي بين البلدين. We have to thank Kuwait, its leadership, its people. علينا أن نشكر الكويت وقيادتها وشعبها لتقديم هذه الإمدادات اللازمة إلى الهند اليوم. لقد حصلنا على العديد من أجهزة الأكسجين وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية، لذلك تشكر حكومة الهند حقا حكومة الكويت لإرسال هذه الإمدادات. أعتقد أن هذا الوباء أظهر كيف يكون التعاون الثنائي بين الدول. أعتقد أن هذا مثال رائع على التعاون الدولي. أشكر سعادة سفير دولة الكويت على جهوده في ترتيب كل هذا. وتستمر في هذه الأثناء جهود متابعة الجسر الجوي لنقل مساعدات الأكسجين، فضلا عن انطلاق جسر بحري بالتعاون بين بحرية البلدين لإيصال المزيد من إمدادات الأكسجين والمساعدات الطبية. لطالما كانت دولة الكويت سندا للقريب والبعيد، وها هي الآن تمد يد العون للحكومة والشعب الهندي لتخفيف محنتهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الجائحة في هذه الأوقات العصيبة. لتلفزيون دولة الكويت، تمام محمد، نيودلهي.